طب بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هيبقى فيديو صغير، احنا بس عاوزين نتكلم فيه على علاقة ال عاوزين نتكلم فيه على علاقة الباندويتس والبيتريت. ليه؟ لأن احنا كنا جينا تقريبا في تاني فيديو لما اتكلمنا على اللاين كودينج في تاني محاضرة، كنا حلينا مسألة وكان مطلوب فيها إن أنا أجيب الباندويتس، وإحنا قلنا إن الباندويتس وقتها هيساوي تقريبا البيتريت. جينا بعدها بكام محاضرة قلنا وقتها هيساوي الباندويتس هيساوي 2 في البيتريت، وجينا بعدها بكام محاضرة قلنا إنه لا، المسألة دي كان فيها غلطة والباندويت هيطلع بيساوي البيت ريت. فهو ايه الصح فيهم اصلا؟ والموضوع ده جاي من فين؟ الموضوع ده جاي من فين؟ هو جاي من الباور سبيكترال دينستي بتاع الويف فورمز المختلفه. المحاضره دي احنا شرحناها المفروض، فمش هنعيدها تاني. احنا بس هنشوف شكل الباور سبيكترال دينستي اللي احنا وصلنا له، وهنعرف منه هو علاقه الباندويت والبيت ريت هي جت من فين. فلو جينا مثلا نبص على اول حاجه احنا شفناها كانت البولر نان ريتيرن تو زيرو، هنفهم بس منها الفكره، وبعد كده هنعمل جدول هنحط فيه بقى الريليشنز كلها، القوانين كلها. هو الباندويت اصلا هو عباره عن ايه؟ الباندويت هو عباره عن الرينج اللي فيه اغلب الباور بتاعت السيجنال. يعني مثلا احنا هنا في البولر نون تيرن تو زيرو وصلنا لشكل الاكسبريشن بتاع الباور سبيكترال دينس ان هو عباره عن سينك سكوير، والسينك والسينك سكوير هما بيبقوا ممتدين من ماينس انفينيتي لحد انفينيتي. فمش منطقي ان انا اقول ان الباندويت هنا هو انفينيتي، لان انا ما عنديش سيستم اساسا شغال بانفينيتي باندويت. طب امال هقول الباندويت هو عباره عن ايه؟ هشوف ايه الرينج اللي موجود فيه اغلب الباور بتاعتي بتاعت السيجنال، واقول ان هو ده ايه، هو ده الباندويث بتاعي. فغالبا في السينك فانكشنز والسينك سكويرد بنقول انه اغلب الباور بتبقى موجوده في المين لوب. يعني هي السينك فانكشن بتبقى حاجه بالمنظر ده كده، تبدا تقل بالمنظر ده كده، فاغلب الباور بتاعتي بتبقى موجوده في المين لوب. فاحنا الباندويث لاي بيس باند سيجنال بنحسبه من الزيرو لحد رينج معين. فانا اغلب الباور هتبقى هنا في الجزء ده كده، يعني ده كده هيبقى هو ده الباندويث بتاعي، اللي هو لو جينا نبص هنا هيبقى هو ده كده ايه، ده الباندويث بتاعي، اللي هو هيبقى من زيرو لحد ار بي. فمن هنا نقدر نقول ان الباندويث في حاله البولر نان ريتيرن تو زيرو هيبقى عباره عن ار بي. ده كده لو كانت ايه، نان ريتيرن تو زيرو. طيب لو كانت مثلا ريتيرن تو زيرو، هنعملها مثلا بلون تاني عشان خاطر تبقى واضحه. لو كانت بولر مثلا ريتيرن تو زيرو، فقلنا انه هيبقى عباره عن سينك سكويرد اف تي بي على 2، فهلاقي ان هي هيحصل لها اكسبانشن هتبقى بالمنظر ده كده وهكذا. فهلاقي انه الباندويتس في الحاله دي هيبقى كام؟ هيبقى الباندويتس بتاع الريتيرن تو زيرو هيبقى عباره عن 2 ار بي. فهي قاعده عامه عموما انه الريتيرن تو زيرو في التايم دومين البلس بيبقى العرض بتاعها النص، يعني العرض بتاعها بيقل للنص، ان هي بتاخد نص وقت البيت بس. فده هينعكس في الفريكونسي دومين انه الباندويت هيحصل له ايه؟ هيحصل له اكسبانشن للضعف، هيتضرب في 2. تمام، فاحنا كده فهمنا ايه موضوع الباندويت ده والبيت ريت جه من فين. لو جينا برده مثلا نبص يعني على الباور سبيكتر دينس بتاع اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو، هنلاقي انه برده المين لوب هو طلعت برده سينك سكويد مجموع عليها دلتا، بس دلتا مش هتاثر لي في الباندويت. الباندويت بتاعي برضه هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن البيت ريت. فلو جينا كده نعمل جدول نجمعهم فيه كلهم، فلو جينا نقول اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو، تمام، وانا هنا هحط الباندويت، تمام. فالباندويت بتاع اليوني بولر نون ريتيرن تو زيرو هو عباره عن ار بي. الباندويت بتاع البولر نون ريتيرن تو زيرو هيبقى عباره برضه عن ار بي. بتاع البولر ريتيرن تو زيرو هيبقى 2 ار بي، وبتاع اليوني بولر ريتيرن تو زيرو هيبقى 2 ار بي برضو. طيب لو جينا نتكلم على الباي بولر مثلا، فالباي بولر احنا لما جينا نجيب الباندويت بتاعه هنا، الباي بولر جبنا الباندويت للباي بولر ريتيرن تو زيرو لانه ان الباندويت بتاعه هو ايه، هو في 2 لوبس بس احنا الباور هتبقى اغلبها في اللوب ديت. فالباندويت هنا هو عباره عن ايه؟ عباره عن ار بي. فلو جينا كده نقول الباندويت بتاعت الباي بولر ريتيرن تو زيرو قلنا هي كام؟ هي ار بي. وبالتالي بتاعت الباي بولر نون ريتيرن تو زيرو هيبقى عباره عن نص الباندويت ده اللي هو هيبقى ار بي على 2. طيب اخر حاجه عندنا اللي هو المانشستر لاين كود، لو بصينا عليه شكل الاكسبريشن اللي احنا جبناه الباور سبيكتر دينستي طلعت بالمنظر ده كده، فالباندويت بتاعها هيبقى كام؟ هيبقى 2 ار بي. فالمانشستر لاين كود الباندويت بتاعه هو المانشستر هو 2 ار بي. فده كده بقى الجدول اللي احنا هنشتغل بيه، واحنا عرفنا بقى موضوع الباندويت ده وعلاقته بالبيت ريت جت من فين بالظبط. ده كده في حاله ان هو طلب مني الباندويت.
اوقات ممكن ما يطلبش الباندويتس، اوقات ممكن يطلب حاجه تانية اللي هي المينيموم باندويتس. المينيموم باندويتس ده بيجي من فين؟ المينيموم باندويتس ده اللي عنده السيجنال بتاعتي الباور بتاعتها بتقل بمقدار 3 دي بي، اللي احنا ساعات بنسميه 3 دي بي فريكونسي. 3 دي بي لو حولناها للسكيل اللي هو بتاع الوات، يعني ده معناه انه الفريكونسي اللي عنده او الباندويتس اللي الباور فيه بتبقى بتقل للنص. ففي حالة الباندويتس المينيمم هو عبارة عن ان انا هاخد الباندويتس الاساسي ده واقسمه على 2، يعني هنا هيبقى عبارة عن ار بي على 2، هنا برضو ار بي على 2، هنا هيبقى ار بي. فانا بس احفظ الباندويتس الاساسي كام، ولو طلب الباندويتس المينيمم يبقى انا هاخد الباندويتس الاساسي واقسمه بس على ايه، على 2، فهنا هيبقى ار بي على 4 وهنا هيبقى ار بي. بس كده.